Alright. أول حاجة أحب أقول لكم دريم احلم لأن أنت بتوصل بعد مرحلة أنت تحقق الحلم بتاعك. فكل الأودينس اللي هنا بالذات الشباب فكر أن أنت بعد مدة أنت ممكن تكون على الستيج دي من 10 سنين بالظبط. أنا كنت أودينس زيكم في من أول 2014 ويمكن قبل كمان 2012 وكنت في أول سي اس كامب والنهاردة أنا سبيكر. فقبل ما ابتدي بأي حاجة أحب بس أقول لكم البداية دي حتى إبن قبل ما أقول لكم اسمي أنت احلم لأن أنت تقدر توصل اللي أنت عايزه بس اجتهد جامد قوي 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 قوي. دلوقتي ممكن ابتدي أقول أنا مين. أنا اسمي محمد سامي وعندي different backgrounds. اشتغلت في كذا شركة أصلاً originally developer بعد كده بقيت security engineer. التوك بتاعتي النهاردة عن rebuilding DNS. الأجندة a little bit طويلة بس هن squeeze it and ride through لأن البروميس كبير جداً جداً. Can you rebuild the entire DNS ولا لأ؟ وهل ده صح؟ وهل ده approach مظبوط ولا لأ؟ أول حاجة أبتدي بيها الكود المشهورة It's always DNS. الكود دي ما ظهرتش ببساطة. الكود دي ما تعملهاش iconization ببساطة. الكود دي موجودة لأن في major and security incidents كانت كفيلة enough إنها تعمل damage في الجلوبال انترنت أكتر من 30-40% من الانتاير انترنت مهما كانت الشركة. ودي أكبر 4 incidents حصلوا ودول الكلاود بروفايدرز بتوع الانترنت، دول أكبر شركات للهوستنج، أكبر شركات للويب سايتس. كل الأتاكس دي حصلت كانت كيبابل إنها تعمل داونج من 30-40% من الانتاير انترنت. طيب، أول نقطة هتكلم فيها وهي اكستريملي بيزك بس هي في نفس الوقت هي امبورتنت جدا جدا. الديفينيشن بتاع الدي إن إس في غلطة كبيرة. إيفن معظم الكتب والتكست بوكس الديفينيشن بتاعها إنها بتديك أقرب مثال للموضوع. بتقول لك إن الدي إن إس هو اليلو بوك بتاع الإنترنت. ببساطة شديدة أنت بيبقى عندك دومين عايز تشيك الأدرس بتاعه عشان تكوميونيكيت مع السيرفر أند ذاتس إت. للأسف الشديد الديفينيشن ده إيفن مخالف للستاندر نفسه. كل الـ RFCs ده اللي هنشوفه ليتر عاملة ديفينيشن مختلف تماماً للـ DNS. الـ definition الأكيوريت للـ DNS وده يعتبر كمان definition updated هو أنه hierarchical distributed schemaless database. وهنمسك point to point منها بشكل مختصر نتكلم ليه الـ definition ده. الجزء الـ hierarchical وده أسهل جزء وكلنا فاهمينه أنه ببساطة شديدة أنت الدومين متقسم بس in reverse order لسب دومين second level domain top domain. التوب ليفل دومين هم الدوت كوم دوت نت كل التي ال ديز ده الاختصار بتاعها توب ليفل دومينز اللي احنا عارفينهم. بيجي بعد كده الدومين اللي انت اوريدي عملته ريجستر في الريجسترار بتاعك. الجزء الاخير بيتسمى السب دومين ده اللي انت بتكنتروله على الويب سيرفر بتاعتك او على الويب سيرفيس بتاعتك. طيب النقطه الثانيه ديستريبيوتد ومن اول هنا نبتدي نكتشف معلومات جديده. الـ DNS system كله اللي شغال حالياً هو trust-based بمعنى إن إحنا بنترست 12 independent organizations والـ organizations دي for profit مش non-profit but they decided مع الـ IANA إن هم يعملوا running لـ 13 root server. الـ root server دول مسؤولين عن الـ Bible of DNS. كل الـ DNS records كل الدومينز اللي في العالم كله موجودين في ال 13 سيرفر دول فقط لا غير وهم دول السورس بتاع كل الدومينز. بمعنى اصح ان كل الدي ان اس سيرفرز اللي احنا بنستعملها ايفن الضخمه منها زي كلاود فلير وجوجل وكواد 9 كل دول ما اكتر من كاشينج سيرفرز فانسي كاشينج سيرفرز لل 13 روت سيرفر. بس نيفر ايفر حد من الدومين اونرز لما يعوز يابديت الريكوردز لازم نرجع لل 13 روت سيرفر دول. فاول ايديا هنبتدي نكتشفها من مجرد الديفينيشن يعني ايه ديستريبيوتد للدي ان اس هنكتشف ان لا
الـ DNS Trust Based. مفيش authentication، مفيش public key infrastructure، مفيش طريقة أصلاً تأثنتيكيت الريكوردز بيها. وهنعرف مور كمان قدام. طيب، دي كانت idea distributed. طيب، يعني إيه schemaless؟ schemaless دي كلمة إحنا دلوقتي فهمينها في 2019. وهنعرف ليه أنا بحدد 2019. معناها إن في structure of data، الـ structure ده it's changeable، mutable. ومالوش specific schema، مالوش شكل محدد. فالنهاردة لما اجي اتكلم على الريكوردز، الريكوردز الاشهر ايفن اللي كل الناس اللي اشتغلت على الويب سايتس او الويب هوستنج تقدر تبقى فاميليار معاه، زي الاي ريكوردز، السي نيم، الاس او اي، البوينترز. لو تبصينا بدقة شوية ايفن وانا بملى الفيلدز دي جوه الويب هوستنج بتاعي، هكتشف ان الفيلدز دي الاستراكشر بتاعها مختلف. في فيلد زي الاي ريكوردز بياخد الاي بي ادرس از unsigned int 32، بياخد unsigned integer طوله 32 bits. لكن باجي بعد كده اكتشف ان السي نيم بياخد نيم، اتس ان alias، بياخد دومين نيم تاني. ده معناها ان الداتا ريبريزنتيشن جوه الريكورد نفسها مختلف. فدي حاجه تلفت نظري وهنعرفها كمان زياده قدام. كليكر، واضح انه الحاجة التانية، ودي اللي أتحدى بيها إن حد منكم إيفن في الأودينس كلهم يعرفوها، إن في أكتر من 90 تايب أوف ريكورد استاندردايزد في الـ DNS. وأنا بسترس جداً على كلمة استاندردايزد. كل الـ إيفن اللي شغالين في الويب هوستنج، إيفن الأونرز، إيفن اللي شغالين على الكلاود، محدش منهم يعرف إن في 90 نوع استاندرد. ده مش معناه ان حد ألفهم او حد اخترع ستاندرد جديد امبارح، لا، دول 90 ريكوردز. الغرابه مش بس في عددهم، الغرابه كمان في الوايد اري من الداتا اللي هما بيشيلوها. من اغرب الدي ان اس ريكوردز اللي شفتها، دي ان اس ريكورد اسمه لوك، اختصار للوكيشن. ده بيشيل جي بي اس داتا بهاي اكيرسي. الريكورد ده ايفن بتعريف كلاود فلير، كلاود فلير كتبت بلوك بوست كامله عن الريكورد ده، بس انه الريكورد ده موجود في الستاندرد ديفينيشن ومحدش بيستعمله غير 734 دومين من وسط 12 مليون دومين ريكوست بترسيفه كلاود فلير كل يوم. بس الدومين ريكورد ده كان كفيل انه يعمل داونج وايرورز عند كلاود فلير، سمبلي انه مش سبورتد ومحدش خطر في دماغه مين بيستعمل الريكورد تايب ده. الأغرب من ده هنلاقي إن في ريكوردز تايب ما زالت موجودة لغاية النهاردة برغم إن توقف العمل بيها من زمان، لأن ببساطة كانت بالتارجت بروتوكولز ثابتة بعينها. ومن ضمنها هنلاقي إن إحنا عندنا حاجة زي الـ WKS. الـ WKS بيتارجت بروتوكولز أساساً discontinued، محدش بيستعملها، it's not even supported. طب حد هيسأل نفسه إيه المشكلة إن أنا يبقى عندي all types of records دي؟ الكلام ده كنا زمان نقول مفيش مشكله، لكن النهارده كسيكيورتي انجينيرز احنا فاهمين كويس قوي انها مشكله. ده معناها ان انت عندك اتاك سيرفيس كبيره جدا جدا جدا، ممكن تعمل مشاكل مع السيرفيس بتاعتك. السيرفيس دي معناها الويب سيرفر بتاعتك والدي ان اس سيرفر بتاعتك، كل دي اتاك سيرفيس. كل واحد من دول السيرفر لازم تتعامل معاه، وهنبين تتعامل معاه ازاي برضو ليتر. اخر حاجه خالص في الديفينيشن انه داتابيز. برغم ان الديفينيشن بيقول ان داتابيز، الا ان الداتابيز نفسها اضخم مما نتخيل واغرب مما نتخيل. اول نقطه وابسطها زي ما قلنا من حته الهيراركي، هبتدي بالتي ال ديز، التوب ليفل دومين. كلنا عارفين .com .net .org، هفترض ان كل واحد عارف اتليست 20 توب ليفل دومين. المشكلة إن من couple of years ago، 5-6 سنين، الأيانا قررت إن أي حد يقدر يشتري أي top level domain لو معاه الفاينانشال. لو يقدر فاينانشال يشتري، يقدر يشتري. فالنتيجة المنظر اللي قدامنا ده، إن أصبح النهاردة في أكتر من 1500 top level domain. والtop level domains أصبحت generic جدا جدا جدا،
ما بتهدفش البيربس. انا ممكن يبقى عندي توب ليفل دومين اسمه بلوج، اوقات شركه تشتري التوب ليفل دومين بتاعها جوجل شاريه دوت جوجل. الاوفيشال لو عملتوا ريزولفنج للاربع تمانيات هتلاقوا اتس دي ان اس دوت جوجل اند ذاتس ات، ده الدومين. فالنهارده اول نقطه عندي مش متوقعينها ان حجم الداتابيز تضاعف اوريدي بشكل كبير ومفيش ليميتيشن، والرقم ده بس فقط ريسنتلي لكن هيتابديت كل شويه. المعلومه الثانيه عدد الدومينز. ليه بتكلم في حاجه زي دي؟ الدومينز اكيد كتير، والستاتستكس دي كانت الشهر اللي فات 365 مليون دومين ريجسترد دومين. بتفرق معانا في ايه؟ بتفرق معانا ان كل الاتاك فيكتورز اللي بتيجي مع المالوير او ايفن الادوير هي لازم ايفنتشوالي هترزولف على واحد من الدومينز دول، يا اما اوريدي اتعمل له ريجستريشن وهي بتسيرف منه، يا اما هي عندها الجوريزم داخليه هتبتدي تعمل بري امتيف انها بعد ما تيجي تعمل كيل سويتش او انها ديستريبيوت زياده هترجستر دومين جديد. فانا النهارده لو عايز اعمل اي نوع من انواع الداتا مايننج او الداتا بروسيسنج ان انا احاول اعرف ايه الويرد دومينز، ايه الدومينز اللي انا هعمل لها اناليسس عشان اعمل لها بلوك، لازم اعرف مبدئيا ان عدد الدومينز قد ايه، والعدد ده مهول. بس في نقطه ايفن اغرب، ان العدد ده مش اكيوريت. ليه؟ مش عشان خاطر في ابديتس كتير، للاسف الايانا نفسها بتقول ان ستارتنج من 2015 كل الدول، كل السوفرين انتيتيز اللي تملك توب ليفل دومين باختصاراتها زي مصر دوت اي جي، زي امريكا دوت جوف، الدول دي كلها قررت سحب الدومينز بتاعتها من الروت سيرفرز، وده كان اغرب قرار. ده معناها ان كل دول العالم يعني ما لا يقل عن 180 توب ليفل دومين، ببساطه شديده الدومينز دي احنا ما نعرفهاش، احنا ما نقدرش نقول يو كيم سواء عندها كام دومين، ما نقدرش نقول مصر ايفن عندها كام دومين على الدوت اي جي. والنتيجه ان مفيش اي انفورميشن عن عدد الدومينز دي، هيفضل الرقم ده طول عمره ان اكيوريت، وهيفضل النهارده ان فارنبل ان حد لما يجي ديزاين مالوير بدل ما يشتري حاجه من التوب ليفل دومينز اللي انا اقدر ارجع للروت سيرفرز وفايل نورمال ريكوست ان انا اسينك هول الدومين ده، يعني اوقع الدومين ده لانه بيسيرف مالوير، انا النهارده هفاجئ ان المالوير بيتسيرف انتشنالي من كونتري زي دوت سي ان دوت تشاينا، لان ببساطه الدومين ده مش ريجسترد، انا ما اقدرش اعرفه، مفيش ترانسبيرنسي ريبورتس اني مور. ولا اي كان، هم نفسهم اعلنوا ان سحبت كل السوفرين انتيتي، سحبت كل الانفورميشن بتاعتهم. طيب نخش للنقطه الاغرب، الداتا بيز العملاقه دي ال 1500 تي ال دي، ال 365 مليون ريكوردز، الداتا بيز دي مكتوبه ازاي؟ اكيد فيري 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 فانسي سوفت وير، اكيد داتا بيز اس كيو ال رهيبه، مينيمم اتليست سيكوال لايت. احب للاسف اصدمكم، الداتا بيز دي كلها موجوده في تكست فايلز، والمفاجاه ان التكست فايلز دي هي الاوفيشال ستاندردايزد فورمات، مش اي تكست فايل، اسمه بايند فايل، دلوقتي اتسمى زون فايل بس اسمه الرسمي في الستاندرد بايند فايل. السبب للاسم الغريب ده ان سيمبلي اللي اخترع الفايل سماه باسمه، كانت اورجانيزيشن اسمها بايند ولغايه النهارده بتبروفايد دي ان اس سيرفر، سمت الفايل باسمها. الاستراكشر بتاع الفايل نفسه ده اذا كان ينفع اقول كلمه استراكشر، ان هو عندي اول اربعه ريكوردز ستاندردايزد، دايما هبتدي بالدومين وبعدين التي تي ال وبعدين هستعمل حاجة اسمها class وبعد كده هستعمل حاجة اسمها الريكورد نفسه. زي ما انتوا شايفين ده بالمناسبة الزوم فايل بتاع دوت جوجل، التوب ليفل دومين بتاع دوت جوجل. بعد الاربعة standardized اللي هو اخيرا في حاجة ثابتة، هكتشف بعد كده ان كل الريكوردز مختلفة عن بعض. ده معناه ان الزوم فايل في حد ذاته schemaless، مالوش فورمات. كل ريكورد
لو بصينا هنلاقي الـ SOA الـ NS هتلاقي الـ RR SIG كل واحد منهم بيشيل داتا مختلفة وريبريزنتد في الفايل as text. فنقدر النهاردة كليم إن وأنا إيفن بريسيرش الموضوع ده مفيش library بتقدر تعمل parsing لكل الزوم فايلز. ببساطة شديدة عشان تقدر تبارس الزوم فايلز بالستركتشر المظبوط انت لازم تسبورت ال 90 بلس ريكورد تايب كل الريكوردز تايب عشان تاكسبكت انك لما توصل لرابع فيلد في الحته دي تعرف الداتا اللي جايه بعد كده ايه. Otherwise you cannot parse the file او هتبارسه ببساطه شديده تكست زي ما هو اوريدي موجود. الفيو دي من النوت باد تكست but how you can process it in code it's not easy. طيب البروتوكول ده الـ DNS نفسه اتعمل له امتى ستاندردايزيشن؟ اول ستاندردايزيشن للبروتوكول كانت سنه 1987 يعني من 32 سنه. هل دي حاجه تعيب البروتوكول؟ لا، الـ TCP اقدم ومن قبل كده بكتير، ايفن من قبل نتورك الانترنت في حد ذاتها كما هي ديفايند دلوقتي. انما النقطه مش في كده، النقطه ان الستاندرد ده كل دي حاجه اسمها RFCs request for comments. الريكوست فور كومنتس دي هي اللي بتستاندردايزد اللي تشينجز اللي بتتعمل على البروتوكول نفسه. هي اللي الاول اول واحده بتسكرايب البروتوكول هيمشي ازاي وبعد كده كل دي ابديتس. هنفاجئ ان عدد الابديتس مهول مش بس اللي قدامكم على السكرين ودول كمان ومش بس دول، احنا بنتكلم في 137 ابديت على ستاندرد الدي ان اس. واول واحد فيهم واخطر واحد فيهم اللي اتعمل سنه 1987 وما تابديتش، نو ابديتس من سنه 1937، 32 سنه الدي ان اس ما اتعملوش ابديت. وهتعرفوا في السلايد الجايه مدى خطوره ده. عشان نعرف الخطوره احنا لازم ندق ديب في البروتوكول. الكلام النظري ما ينفعش. انا بس سؤال بسيط، في كم واحد ديفلوبر هنا باي لغه؟ اوكي بيرفكت. اول حاجه كان بيتاخد فيها قرار من 32 سنه انا هستعمل اني بروتوكول لاير، هل هي تي سي بي ولا يو دي بي. الفكره في الاختيار هنا ان الزمن ده اللي احنا فيه عارفين كويس قوي ان اليو دي بي هو قمه الكايوس، مفيش نظام، عشوائي، مفيش جرانتي للباكت ديليفري، مفيش جرانتي للباكت ستراكشر، مفيش ريترانسميشن لاترالي، مفيش اي حاجه. البروتوكول ده موجود عشان يسيرف فيري ليميتد سيت من الفيتشرز اهمهم على الاطلاق انه سريع فقط لا غير، فاير اند فورجيت، طلقه تعملش اكتر من كده. والاختيار الثاني بتاعنا التي سي بي. طيب التي سي بي هو اكتر بروتوكول بيقدر يسلف كوركت نفسه، في كنترولز، في ويندو مانجمنت للسايز، في تشيكينج، في ريترانسميشن، كل الفيتشر دي سبورتد. العيب بتاعه القديم انه كان بطيء. فلما خدوا القرار سنه 87 خدوا القرار بيزد على الانفورميشن القديمه ان التي سي بي بطيء وان اليو دي بي سريع. فمن اول هنا نبتدي نستنتج ان الستاندرد القديم خد قرار بايه؟ هنستعمل اليو دي بي. برغم ان الستاندرد بيقول يو كان يوز تي سي بي بس الكوميدي اتس نوت ريكومندد. والنتيجه لده ان معظم سيرفرز الدي ان اس ما بتسبورتش التي سي بي. برغم ان التي سي بي شود بي سبورتد على نفس البورت 53 او 53. طيب ناخد سايكل كده. دايما الناس كلها فاكره ان ببساطه شديده انا لما عاوز اعمل كويري على دومين وانس اني فتحت البراوزر وعملت فيسبوك دوت كوم فور اكزامبل انا اوريدي خلاص بكويري الدومين الدي ان اس سيرفر بتاعتي اللي هي جوجل كواد 9 او بتاعت الاي اس بي. فالناس فاكره ان انا ببعت يو دي بي باكيت للسيرفر بتاعتي
بتاعت الدي ان اس وبيرد عليها immediately. الحقيقه انه لا، برغم ان البروتوكول يبان فيري سمبل في الترافيك بتاعه، الا ان الترافيك بتاعه في الباك اند كومبليكيتد جدا. السيناريو ده بيحصل في كذا حاله. اول حاجه انا عايز اريزولف example.com، ده ببساطه شديده الكلاينت بتاعي بعت للكاشينج سيرفر، زي ما قلت جوجل كلاود فلير كل الناس دي مجرد فانسي كاشينج سيرفرز. طيب ايه اللي يحصل لو الكاشينج سيرفر اكتشفت ان انا بسال على دومين محدش قبلي سال عنه، او حد عندي سال قبل كده بس الوقت بتاعه التي تي ال التايم تو ليف للريكورد اكسبايرد؟ هتقول انا مش هقدر اتدخل، لازم ارجع للسورس اوف تروث، ال 13 روت سيرفر بتوعي. بيزد على الدومين هتقول التوب ليفل دومين بتاعي دوت كوم، هتروح للروت سيرفر بتاعت الدوت كوم اللي هي بالمناسبه فيري ساين، دي انترنت سيرفيس بروفايدر في امريكا، هي الروت الوحيد للدوت كوم كله. فيري ساين هتقول انا عندي فعلا الاونر بتاع اكزامبل دوت كوم، بس انا ما عنديش الريكوردز، ما عنديش الاي ريكورد، ما عنديش الاي بي ادرس. الحقيقه ان الاي بي ادرس موجود عند الريجسترار، السيرفر الاونر اللي اشترى منه الدومين اسمه ريجسترار، والريجسترارز دول بقى ريجسترد عند الاي كان وريجسترد عند الاي ان معروفين، وعندهم السورس اوف تروث للدومين اكزامبل دوت كوم، بس برضه في مفاجاه ثانيه، ما عندهمش الاي ريكوردز، هما بس عندهم مين الشخص او الشركه اللي اشترت اكزامبل دوت كوم، لكن ما يكونش عندهم الريكوردز. بيبقى عندها ريكورد تاني بتقول ان في حاجه اسمها نيم سيرفرز. النيم سيرفرز دي من اول هنا نقدر نقول ان الكاستمر او الاونر للدومين يملك السيرفر دي ويقدر يريزولف عليها، ولكن نقدر نقول ان بعد الكلاود ما انتشرت دي ما بقتش حقيقه. النهارده معظم النيم سيرفرز للويب ابلكيشنز بالذات في المايكرو سيرفيس اركيتكت هم اجر وامازون نفسهم، هم اساسا النيم سيرفر. فالنتيجه ان انت بعد ايفن النيم سيرفر بتروح لسيرفر تانية اسمها اوثوريتيتيف، اهي دي بقى اللي الكاستمر يملكها ودي اللي عليها الريكوردز. بعد كل اللفه الطويله دي اللي جابت الاجابه للفول دومين والسب دومين كمان، وبعتت الريزلت لكل دول لغايه لما توصل للكاشينج، وكاشينج رد على الكلاينت، وكل دول عملوا كاشينج في النص عشان لو جه ريكوست تاني سريع يردوا، لكن اذروايز لازم يرجعوا الاوثوريتيتيف. طيب المنظر اللي قدامنا ده الباينري ريبريزنتيشن للباكت، دي فول دي ان اس باكت فيها الكويري بتاعتك او الريكوست بتاعك والريسبونس بتاعك. طب ايه اللي بتثبته السلايد دي؟ بتثبت ان الدي ان اس سنة 87 كان ديزاين تو بي اكستريملي افيشنت. الهدف بتاعهم ان الباكت فيري سمول وتتسند بيو دي بي باكت واحده ويجي لك الرد بيو دي بي باكت واحده، والباكت سو تايني انها اصلا تفيد في البرزنتيشن بالباينري فورمات. بس في حاجه بقى تبتدي تقلقنا دلوقتي، ودي من الحاجات اللي انا مأجلها، ان الباينري فورمات ده عادة يعني لو النهارده انا مسكت HTTP request binary format وحاولت اعمل له parsing، في احتمالية ان يكون HTTPS، فبالتالي اللي انا هعمل له parsing is actually garbage. لو معيش ال private key it's useless، فانا مش هعمل له parsing. ال traffic encrypted. لو نزلنا شوية، لو اتكلمت على traffic زي ال TLS او ال SSL برضو مش هقدر اعمل له parsing. انا عارف ان دي بدايه الباكت ودي نهايه الباكت، لكن انا عارف كويس قوي ان الداتا دي انكريبتد. الدي ان اس مش انكريبتد. وانس ان انا عملت البوردرز للباينري فورماتس البايتس بتاعتي، انا فكيت الدي ان اس باكت كلها. وانس ان انا اقلبها هيومن ريدبل، ادي كل الانفورميشن اللي جوه الباكت، كل حاجة الكلاينت بعتها والسيرفر بعتتها. من ضمن الغرابة ان السيرفر لما بترد على الريكوست بتاعك
بتبعت الريكوست بتاعك تاني. يعني اللي بيعمل سنيفنج بصراحه هو مبسوط جدا. لو عمل سنيفنج عليك لوحدك فهو هيشوف الريكوست facebook.com. لو عمل سنيفنج على السيرفر ده ايفن احلى، هياخد الريكوست بتاعك والريسبونس برضه مبعوت في نفس الباكت. السيرفر بتبعت الريكوست بتاعك تاني. ده معناه ان البروتوكول ما فيهوش اي نوع من انواع السكيورتي. مش بس كده، ما فيهوش ايفن البيزك لايرز اوف سكيورتي، ما فيهوش حتى تشيكسم ان اتاكد ان الباكت سليمه. نو ما فيهوش سي ار سي، ما فيهوش حتى هاش، ما فيهوش اي حاجه. لترالي هو ما اقدرش اقول عليه انه كلير تكست، لكن اقدر اقول عليه كلير باينري. وانس ان عملته انكودنج I have the full packet. النقطة دي تستوقفنا شوية. ده معناه ان كل الـ ISPs ايا كان مين هما، كل الانترنت ترافيك لاترالي بقى لما عاوز اكبر الموضوع عارف انا بكوميونيكيت مع مين. لان مهما انا كنت عامل بروتوكول سيكيور في اللايرز بتاعتي، في الاخر البروتوكول ده هينزل للدي ان اس ريكوست. فالنتيجة ان كل اللايرز دي even spoofable. وده هتكلم عليه في الوايلد اتاكس. نتيجة ان الدي ان اس قديم جدا في اتاكس كتيرة جدا. بس الغريب مش الاتاكس، احنا متعودين على الاتاكس. الغريب ان مفيش طريقة اصلا اقاوم بيها الاتاكس لغاية دلوقتي. 32 سنة من غير مقاومة ولا نوع من الاتاكس. لو انا حاولت اعمل لهم سيجمنتيشن وقلت ان هم اكسترنال وانترنال، هلاقي ان عندي 3 ميجور اتاكس ينفع يحصلوا اكسترنال على الدي ان اس سيرفر، وهم دول اللي عملوا ميجور انسيدنتس اللي كانت في اول سلايد. هم دول وقعوا داين دي ان اس، هم دول وقعوا كلاود فلير، هم دول وقعوا كل الناس دي. ابسطهم على الاطلاق الفلودنج، ان انا اقدر ابعت كميه ريكوستس تفوق البروسيسنج بتاع السيرفر نفسه. طب النقطه هنا في ايه؟ نتيجه ديزاين الدي ان اس نفسه في الستاندرد بتاعه. انا لازم اكون سنجل ثريدد في الابلكيشن، انا لازم اخد الريكوست واعمل له بروسيسنج وارد على الكلاينت بتاعي. ولو حاولت اعمل مالتي بروسيسنج على هنا، النتيجه ان انا هبقى فلودبل، انا اقدر يحصل لي فلودنج، لان ما اقدرش اعمل ديستريبيوشن للدي ان اس ترافيك، او بمعنى دقيق ديستريبيوشن سهل للدي ان اس ترافيك. لازم كل سيرفر تكون قائمه بذاتها، ولازم يكون في لود بالانسنج قدامها. الهاي جاكينج نتيجه توتالي متوقعه ان انا بتعامل مع كلير باينري. ده معناه ان انا اقدر اسبوف الدي ان اس بكل بساطه، مفيش اي حاجه تمنعني. من كل الاودينس اللي قاعد دلوقتي، في حد يقدر يجرانتي ان الدي ان اس سيرفر هي اللي بترد عليك اصلا؟ طب حد يقدر يجرانتي ان الدي ان اس سيرفر ردت عليك بالريكورد الحقيقي؟ هي ببساطه شديده ممكن ما ترجعش للروت سيرفرز، هي ممكن ترد عليك بماليشوس اي بي. وفي حاله زي دي مع انتشار الفري اس اس ال سيرتيفيكتس، النتيجه النهارده ان انا اقدر اسبوف كل الميجر ويب سايتس ايفن على الاتش تي تي بي اس والتي ال اس بمجرد ان العب في الدي ان اس كويري واعمل لها هاي جاكينج. ما بعتهاش ببساطه للاثوريتي في سيرفر، ارد انا عليها بالاي بي بتاعي في سيرفر انترنال، انا خدت كل الترافيك بتاعك واس اس ال. الحل الوحيد ان انا افويد الهاي جاكينج السيرتيفيكت بيننج، ان انا ابقى عارف السيرتيفيكت اللي جايه لي بالهاش واعمل فيريفيكيشن بيها. اذروايز انا اقدر اعدي الكونكشن واعمل له سبوفنج بسكيورتي لاير. الار دي دوس هو الريفلكتد دينايل اوف سيرفيس. من ضمن عيوب الدي ان اس بروتوكول ان هو قابل لحاجه اسمها امبليفيكيشن. انا ينفع ابعت ريكوست السايز بتاعه 30 بايتس 28 بايتس، لكن الريسبونس بتاعه بيوصل ل 50 ميجا بايتس. وده الريكوست ده مفتوح، وده اللي بيتسمى زون ترانسفر، ان انا اطلب من دومين معين كل الريكوردز بتاعته. الزون ترانسفر از ستاندرد، البروتوكول از ستاندرد، لكن دلوقتي بقى بيتحط في السكيورتي بروسيجرز بيعملوا ديسيبل للزون ترانسفر عشان الاتاكس دي ما تحصلش. لكن هل في حل؟ لا. الانترنال اتاكس
طيب انا جوه بيتي، انا جوه الشركه بتاعتي. او اسهل حاجه دلوقتي بقت بتحصل التانلينج. معظم الفاير وولز ومعظم الديفايسز اللي على النتورك بتدي اكسبشن للدي ان اس، معروف هو رايح لمين ومعروف الكونتنت بتاعته ايه، فما فيش داعي ان انا اعمل له تشيكينج، ما فيش داعي ان انا اعمل له فاليديشن. النتيجه الاوتوماتيك لده ان ظهر لي التانلينج. نرجع لاول سلايد، من ضمن اول سلايدز قلناها ان في 90 تايب اوف ريكوردز. الهاكرز ببساطه لقوا ان في تايب اوف ريكورد اسمه تكست، ابعت اي حاجه باي سايز انت عايزه. فاستغلوا الريكوست ده ان كل السي ان سي كوماند اند كنترول اللي بيحصل ما بين المالوير وما بين السيرفر بتاعتك يحصل عن طريق التكست ريكوردز ببساطه شديده. طيب هل اقدر افويد؟ اعمل مونيتورنج بقى لكل الدي ان اس، ما ينفعش تدي له اكسبشنز اني مور، لانه اصبح في التانلينج فيري فيري ايزي، بالذات في الداتا ترانسفيرز. البويزننج كنت قلت ساعه لما وريتكم الترافيك ان الحاجه الوحيده اللي بتخليني ارجع لو انا ليجيتيمت، الحاجه الوحيده اللي بتخليني ارجع للسيرفر اللي معاها التروث بتاعت الدومين لو انا كان عندي ريكوست قبل كده هو التايم تو ليف، ان الريكورد سيمبلي مش اكسبايرد ومحتاج اروح اسال السيرفر اللي ورايا الريكورد ده جواه ايه. طب وات اف ان النهارده حد عمل لي انترسبشن للترافيك وبعت لي التايم تو ليف ايام بدل ما يبقى ساعه او ساعتين؟ النتيجه ان الكاش بتاعي هيفضل بويزند بعدد التايم تو ليف اللي هو بعته لي. كل ما هريكوست الدي ان اس ريكورد هيطلع لي نفس الدي ان اس ريكوردز البويزند اللي متغير. لازم استنى التايم تو ليف او اخش فيزيكلي على الدي ان اس سيرفر وادلت الريكوردز ده، اعمل له انفاليديشن. يبقى النهارده سنجل اتاك انا خليته بريزيستنت فور اورز. ده لو كان عليا، ده ممكن يكون ايفن على الدي ان اس ريزولفر. الفانتوم اتاك ده بيتعمل اجينست السيرفرز عندك انت او ايفن من الكمبيوتر عليك انت، بتحاول تريزولف دومينز does not exist. دومينز essentially مش موجوده، بس النتيجه ان انت بتجهد السيرفر انها تحاول تريزولف وتدور على الريكوردز جوه الداتابيز اللي هي up until recently كانت تكست فايل. فانت سيمبلي بتعمل denial of service بس عن طريق انك بتبعت phantoms، بتبعت domains does not exist اساسا، random domains. طيب السيتويشن ايه دلوقتي؟ هل بعد كل اللي انت قلته ده وعلى اعتبار ان الدي ان اس هو the most basic protocol في الانترنت، هل في حد خد اكشن؟ الاجابه لا. كل الميجور فيندرز وكل الميجور اوبريتنج سيستمز داز نوت سبورت اي سكيورتي لاير على الدي ان اس. وبالمناسبه ممكن حد يقول طب ما في دي ان اس سك، هل الدي ان اس ده سكيورتي لاير؟ الاجابه لا. لو فتحتوا ايفن ويكيبيديا في اول سطر فيما يخص الدي ان اس سك هيقول لك اتس بروتوكول فور اوثنتيكيشن للريكورد، لكن مش برايفسي، مش انكريبشن. ولو انا النهارده عملت بلوكينج للتايب اوف ريكورد ده هخليك برضو بتريسيف الريكوردز الاساسيه من غير اوثنتيكيشن، ان انا هديناي ان ابعت لك الريكوست بتاع الدي ان اس سك. الاتاكس دي بالمناسبه كلها موجوده رايت ناو ايفن في النتوركس بتاعتنا. في حته ان الاوبريتنج سيستمز كلها ما بتسبورتش ولا بروتوكول سكيور او اي ايفن محاوله لسكيورنج الدي ان اس بروتوكول، دي حاجه في قمه الغرابه. ده معناه ان كل الاوبريتنج سيستمز دي اللي هم كل اللي احنا بنشتغل بيه ما فيش اي سكيورتي لاير عليها. لا ال تي ال اس هينفع ولا ال اتش تي بي اس هينفع لو انا ضربت الدي ان اس. ايفن الاوبريتنج سيستمز المشتقه اللايت ويت اللي احنا بنستعملها كل يوم في كل الجادجتس والتليفونات بتاعتنا نفس المشكله. مفيش فيندر بيبروفايد اي سكيور بروتوكول للدي ان اس. طيب هنا بقى وي بيجز ا كويشن، في سؤال بقى، طب هل في سكيور بروتوكول للدي ان اس؟ الاجابه في محاولات
من ضمن ال 137 ار اف سي من ضمنهم جوجل وكلاود فلير قدموا ان ليه ما نبطل نستعمل اليو دي بي اللي هي الاجابه البديهيه جدا ونستعمل التي سي بي اللي هي سكند اجابه بديهيه ونحط عليه التي ال اس راير اللي هي اوريدي ستاندردايزد ونبعت نفس الباكيت فورمات انترنالي جوه التانل دي فانا كده ابقى جوه سكيور تانل والتانل دي سكيورد بالبي كي اي بابليك انفراستراكشر اللي احنا اوريدي ستاندردايزد اوريدي شغاله واوريدي اثبتت نجاحها فاول بروتوكول عندنا هنا كسكيور بروتوكول هو التي ال اس كل التعديل اللي طلبه وهو بصراحه كان تعديل غريب ان قبل ما تبعت المسج اللي انت بتبعتها باليو دي بي لازم تبعت قبلها اللينث بتاعها تعمل بريفكس باللينث حقيقه الريكوست ده برغم تفاهته الا انه بيبريك سوفت ويرز كتير لان الاستراكشر بتاع الدي ان اس ريكوست اتغير فالبروتوكول ده موجود هل في حد من روبوتنج سيستمز بيستعمله لا طب هل في حد ناوي يستعمله اندرويد ويندوز اي فليفر اوف لينكس الاجابه برضو لا البروتوكول الثاني وده مينلي جوجل اللي عملت له سبورت ان انا اعمل دي ان اس ريكويستس اوفر اتش تي تي بي اس نفس الستاك لاير بتاعت الاتش تي تي بي اس نوثينج نيو وطبعا انهيرتلي انا هستفيد من التي ان اس لاير والتي سي بي وهبعت نفس الريكورد فورمات بس المره دي بقى من غير البريفكس واخد الريسبونس اوفر اتش تي تي بي اس باينري برضو فورمات ومش بس كده جوجل كمان اضافت الجيسون فورمات قالت انا عايز اغير شويه الباينري الباينري ده موتو ادمت قوي والبروسيسنج بتاعه مش افيشنت عشان بارسنج وسيريالايزنج هنشوفها قدام فانا عايز اروح لموست افيشنت بروتوكول بالنسبه ل 2019 شويه فقالت احنا هنبتدي استعمل الجيسون ابعتها بجافا سكريبت اوبجكت نوتيشن هل بقى في حد بيسبورت البروتوكول ده في حاجتين بيسبورتوهم بس مش دلوقتي جوجل قالت انا هبتدي سبورته من كروم في الفيرجنز اللي بعد الجايه احنا 7 6 ايفن ليتر وهتسبورته في النكست اندرويد فيرجن اندرويد 10 للبراوزر بس مش الانتاير سيستم هتسبورت ال اتش تي بي اس طيب ده تقدم كبير جدا في تحسن بس في مشكله صغيره دي اكتشفتها في الريال تيستينج جوجل شخصيا لما تحاول تريزولف على الاتش تي تي بي اس بدي ان اس دوت جوجل بيشتغل لكن لو حاولت تريزولف على 888/dns تطلب الاي بي بدل الدومين الريكوست بيفيل ده معناها ان انا عشان اريزولف دي ان اس انا اوريدي محتاج دي ان اس ريزولفر عشان افك الدومين بتاع جوجل حليته ايه لو جربت السيناريو ده up till now still نفس الايشو طيب احنا بقى ضلمنا الدنيا وقلنا ان الدي ان اس مش سكيور وان مفيش حد ناوي يعمل امبلمنتيشن لسكيور طب فين الحل الحل ان احنا كان لازم نتدخل بنفسنا ونحاول نوجد طريقه ان انا اسكيور بيها ده لان الوضع الحالي مش اكسبتبل طبقا لاي سكيورتي ستاندردز مهما كان بيزك فلأول مرة في يعتبر في تاريخ الـ CS Camp هيتم launching لـ project open source وهدفه الوحيد هو أن secure الـ DNS الـ project ده fully open source تقدر تخش تشوف الكود تعمل security review عليه تenhance والاختصار بتاعه SDNS وده الجيت هاب ريبوزيتوري بتاعه طيب ايه اللي بيعمله البروجكت ده اول حاجه ايفن في بداياته اول لما ابتديت اشتغل عليه في شركتين كبار ممكن الديفلوبرز هنا يعرفوهم جيت برينز وسينك فيوجن عملوا سبورت للبروجكت ايميديتلي ادوني كل التولز بتاعتهم فور فري لان هم عارفين ان قد ايه التول دي مش موجوده في الكوميونتي في فري اوبن سورس تولز بتخليك تران تي ال اس في فري اوبن سورس تول بتخليك تران اتش تي بي اس
مظبوط، بس لا هي easy to use ولا هي supported في most cases ولا كمان هي compatible مع كل operating systems. أول قرار الواحد ياخده وهو بيعمل project زي ده هيستعمل لغة إيه؟ وقرار ده كبير قوي. كل الـ DNS resolvers الموجودين دلوقتي build on top of C++. كلهم. مفيش ولا DNS resolver كسيرفر مش مبنية إلا بالـ C++. وكل التولز اللي بتحاول تديك security layers اللي هي الـ support بتاعها very very limited for operating systems برضو مكتوب C++. الموست مودرن منهم مكتوب بجوجل جو اللي هي لغه برضو بتريزولف في الاخر او بتكومبايل في الاخر لC++. وايفن البروجكت ما بيسبورتس كل الريكوردز تايب. الحقيقه ان التول دي مكتوبه بالسي شارب. طب ايه الهدف؟ الهدف هو المودرنايزنج، انا لازم احدث. طب في حد هيسال سؤال بديهي، طب البرفورمانس، طب الجاست ان تايم كومبيليشن؟ لا، كل ده مش موجود. السي شارب الجديده في الدوت نت كور الجديد فيرجن 3 بترن نيتيفلي على كل الاوبريتنج سيستمز كروس بلاتفورم. طب لما اقول كروس بلاتفورم دي يعني ايه؟ يعني اقصد بيها ويندوز كل الفيرجنز اب تو 7، اقصد بيها لينكس كل الفليفرز ستارتنج من كيرنل 5 كل الفليفرز، ماك او اس اول فيرجنز. ده اللي اقصده بكروس. طب هل بس كده؟ لا، في اكتر. نفس السورس كود السي بلس السي شارب هو هو وداوت موديفيكيشن يشتغل على الارم. بمعنى اصح انا اقدر اسبورت الراسبري باي، انا اقدر ايفن ارن البروجكت ده على الراوتر بتاعي. طيب ايه التكنولوجي ستاك؟ هل هي سي بلس سي شارب بس؟ لا، التكنولوجي ستاك اكبر من كده. عشان احل مشكله بالحجم ده لازم استعمل تكنولوجي ستاك تقيله شويه. اول قرار اتاخد ان لو انا هعمل كروس بلاتفورم معظم الناس بتميل الى ان تعمل الابلكيشن ده بفريم وركس تران كروس بلاتفورم بديهيه. بس ده مش السوليوشن. السوليوشن ان انا ران كونتينرايزد ويب ابلكيشن. ويب ابلكيشن بيسبورت انه يفتح سيرفر على اي اوبريتنج سيستم وفي نفس الوقت هو انكلوزد وكومبونتنايزد في نفسه. طب لما انا هكتب ويب سيرفر، طب ما انا هضطر اكتب جافا سكريبت اللي هي مش سكيور، هضطر اكتب الابلكيشن نفسه البرفورمانس بتاعه هيبقى وحش. لما تيجي تتعامل مع ابلكيشنز ضخمه بترن ريال تايم بروسيسنج ومالتي ثريدنج، الويب ابلكيشنز ايفن ما تنفعش. يو كان نوت هاف ا مالتي ثريد ابلكيشن انسايد البراوزر. وهنا تيجي الاجابه الاول، تكنولوجي اسمها بليزر. دي تكنولوجي ستيل ان بريفيو من مايكروسوفت، بتقدر ترن سي شارب كود انسايد البراوزر نفسه. فده معناها ان انا بستعمل اليو ايز الستاندرد ال HTML والسي اس اس، بس كل اللوجيك ايفن ال HTML لوجيك رانينج ان سي شارب. التكنولوجي الثانيه الكترون، ده اللي بيعمل كومبونتايزيشن وكونتينرايزيشن للبليزر للويب سيرفر كلها عشان يخليها رانينج كروس بلاتفورم في سنجل اي اكس اي او سنجل باينري تقدر تكسكيوتها على اي بلاتفورم. اي اس بي دوت نت كور دي مشهوره جدا، الاي اس بي معروفه الاكتف سيرفر بيز، دي تكنولوجي مايكروسوفت. انما بنستعمل الكور الجديده احدث واحده فيرجن 3. ايه البنفيتس اللي بتديها لي؟ بيرفورمانس، رو بيرفورمانس. احنا بنتكلم على millions of requests على الدي ان اس capable انها تقوم بيها. اخر حاجه عندنا الاوتوميشن. طب وانا running على operating systems، كل operating system عشان يبتدي accept انه يسيف دي ان اس requests في rules بتترن عليه، في firewalls rules، في even modifications على network cards. وهنا تيجي فكره الاوتوميشن سكريبتس. باور شيل كور برضه مايكروسوفت تكنولوجي بيران اوتوميشن سكريبت، هي كروس بلاتفورم. في تاسكس لغايه النهارده يو كان نوت دو كروس بلاتفورم. ابسطها ما تقدرش تغير الاي بي ادرس على على النتورك كارد كروس بلاتفورم، ما تقدرش. ما فيش ستاندرد اي بي اي.
طب ازاي انا اوصل لحاجه زي دي؟ ازاي اعمل ستاندردايزيشن؟ انا عايز اقلل عدد الميستيكس باور شيل. والستاندرد ديف تولز طبعا بتاعتنا فيجوال ستوديو وجيت هاب للسورس كنترول. طيب عملنا امبلمنتيشن لايه؟ عملت امبلمنتيشن لكل البروتوكولز. طب ايه الهدف من ده؟ الهدف ان الستاندرز دي مش فاينل، الستاندرز دي بتتغير، فلازم يكون معايا بروجكت مبني على فكره السي اي سي دي، كونتينوس ديفلوبمنت وكونتينوس انتجريشنز. كل الستاندرز اللي بتتكتب لازم يتعمل لها انتجريشنز. ودي لليوزر الاوبشن انه يستعمل انهي ستاندرد بيزد على النتورك كاركترستكس بتاعته، مين فيهم الموست افيشنت بالنسبه له، مين فيهم الريزولفبل. طب ايه فكره الفيسز دي؟ الفكره ان انا كان لازم اسبورت كل البروتوكولز، بس انا هديك انديكيشن انهي بروتوكول يو شود بي يوزنج. اليو دي بي، اليو دي بي انت اوريدي بتستعمله، التي سي بي اللي في الستاندرد عشان نتيك كير من الحته دي ان انكريبتد اللي في الاوفيشال ستاندردز، فده معناه ان انت خدت اليو دي بي وحطيت بس الاوفر هيد بتاع التي سي بي، ناثينج نيو. لكن من اول التي ال اس انت انكريبتد. What level of protocol you use, it's up to you. دي كل البروتوكولز اللي موجودة في كل الستاندرز بتاع DNS كلها implemented. طيب ايه الفيتشرز اللي موجودة دلوقتي في السيستم ده؟ اللي موجودة دلوقتي وإيفن الرود ماب دي عينها منها. أول حاجة زي ما قلت إن هو سيلف كونتيند، بالمناسبة مفيش انستولر. It is just a single EXE. السينك هولينج تقدر تعمل بلاك ليست لكل الدومينز اللي انت شايفها بتاعت مالوير، ومش بس كده انتجريشن مع كل الفلتر ليستس بتاعت كل المالويرز والادويرز، اكتر من 1600 ليست. دي مجرد سامبل، عندك ستاتستكس، عندك ريبورتنج، عندك ستراكتشرد لوجز. طيب سؤال بديهي، احنا يونيك في ايه؟ او السيستم ده يونيك في ايه؟ يونيك في الفيتشرز دي. الفيتشرز دي مش موجوده في ولا كوميرشال او فري سوفت وير بيسيرف الدي ان اس. مفيش حد بيقدم اوديتنج، مفيش حد بيقدر يرن نفس الاي اكس اي، ينفع تران كلاينت على الكمبيوتر بتاعك. يو هاف نو سيرفر، انت في بيتك وعايز تسكيور نفسك، حط السيستم وشغله ان كلاينت مود، هينكريبت الدي ان اس ترافيك بتاعك. انت في كوربريت تقدر تشغله ايجنت، تعمل ديبلويمنت على كل الكمبيوترات اللي جوه النتورك ويبقى ايجنت، عشان ايفن الدي ان اس الانكريبتد ما يلمس النتورك عندك الانترنال. الايجنت يكلم سيرفر مود، السيرفر مود تريزولف انكريبتد. وعندك اوبشن ان انت تران از روت، بمعنى ان ينفع تداونلود كل الروت فايلز، كل الزون فايلز، والسيرفر دي ما تروحش الريزولفر اصلا، لا ISP ولا root servers، تبقى هي source of truth بتاعك. آخر حاجة هتكلم فيها بالنسبة للسلايد دي البايبلاينز. السيرفر دي كومبوزبل، بمعنى تقدر تران theories of actions، تقدر تقول امسك الدومين شوف إذا كان black hold، وبعدين إذا كان black hold كلم السيم solution ده، كلم threat intelligence ده، وخد action على البي سي ده. بركب موديولز in a series. That's why it's pipeline structures. أي structure أنا عايزه بقدر أعمله. طيب هنعمل ديمو بسيط. نشوف الكلام ده in real life. الديمو ده هيسيرف ثلاث حاجات. انا هران السيرفر، طبعا مش محتاج اقول لكم ان البروجكت ستيل اندر اكتف وهيفي ديفلوبمنت، اتس نوت توتالي نوت فينيشد، بس البروف بتاع البروف اوف كونسبت اللي انا هوريه لكم بيثبت لي اربع حاجات. اول حاجه البرفورمانس، تاني حاجه انه بيسبورت مالتي ثريدنج على وات ايفر بروتوكول يو تشوز، الحاجه اللي بعديها انه بيسبورت كيوينج سيستم لاول مره، هو مش لازم يريسيف ويرد عليك في ساعتها، ويقدر يعمل كيوز عشان يقدر ياخد اكشنز بعد كده مع وات ايفر سيستم انت بتعمل انتجريشن معاه. والحاجه الاخيره ان سكيور، بمعنى ان لو انت النهارده حاولت تعمل له اتاك
بأبسط الطرق وهي الفازنج عشان تبوظ السيرياليزيشن وتحاول تعمل أي إيشو في الميموري فيه كوربشن يقدر يديتكت ويتصرف ويرد عليك. للديفلوبرز انا اكشلي بكمبايل السيرفر ان ريال تايم. دي سامبل للاستراكشرد لوجز اللي السيرفر بتبعتها، بتبعت اللوجز ان جيسون فورمات. سو اي سيم سولوشن يقدر ينتجريت معاها، بتدي سيس لوج للكلاسيك سيم سولوشنز، ولو انت سمارت سيم سولوشن بتديك فول ستراكتشرد لوجز. وزي ما انتم شايفين دي ترايلز قبل كده من الدومينز اللي رانت. طيب انا النهارده هفتح كالي، ده للي ما يعرفوش ده كالي اون ويندوز سب سيستم فور لينكس، فده يعتبر انستنس كالي لكنها راننج جوه ويندوز. اللي هعمله ان انا هرن فازر، طبعا انا مش محتاج اقول لكم ده لايف ديمو، ف let's hope ان الديمو جادز تبقى معانا. انا حران ان فازنج مود، يعني هيبعت intentionally مال فورمت باكتس، وهطلب منه انه يعمل فازنج ل1000 باكت ويبعتهم كلهم ال1000 مره، يبعتهم في ثانيه واحده عشان الكيوينج يشتغل. supposedly لو احنا سكسسفول السيرفر السكسس ريت بتاعها هيبقى 95%+. ديمو جادز مش معانا للاسف، واضح ان الكونكشن وقع. طيب السيرفر ده راننج ان بروكسي مود، بمعنى مش هي اللي بتريزولف، هي بترجع لجوجل اوفر تي ال اس وبتعمل ريزولفنج للريكوستس دي كلها. حاليا دلوقتي هي للاسف اللي شغال اوفر 4 جي. خليني احاول اران تاني. بيرفكت، ده يثبت مدى ثباتة الـ 4G عندنا، نفس السيرفر نفس الكونكشن 92% success rate لفاست باكتس. طب اتبعت، عايزين نشوف هي فاست ازاي؟ لأنهي درجة؟ سيمبلي اعمل ريفرش لللوجز، هتلاقي ليست بكل الباكتس الـ 1000 ريكوست immediately، انت تتكلم under 2 seconds انا رديت على 1000 ريكوست، وباين جدا من كل النالز دي ان كانت في محاولات بارسنج لكن كلها unsuccessful. الفكرة إن السيرفر عملت ريسبونس، السيرفر ما وقعتش، السيرفر ما سيمبلي ما وقع وبطلت ترد عليك. ده بالمناسبة أنا عارف إن سنوتا بيج ديل، بس الحقيقة إن أنت لو حبيت ترن نفس الفازر ده على جوجل دوت كوم هتلاقي أصلا جوجل ما بتردش. هترد على الباكتس المظبوطة، مش هترد على الباقي. سوري مش جوجل دوت كوم، اسف دي ان اس، سوري اخليها 888 دايركت. وحران تاني عشان لو كانت مشكله كونكشن عشان ما نظلمش برضو جوجل. جوجل از ديد، ايفن جوجل اتسلف كان نوت بارس 1000 باكت من نفس الفذر نفس الكوماند. ده معناها ايه؟ ان بعد 51 ستوب، ده معناها ان سيرفر جوجل الثريد اللي مسؤوله عن انها تبارس الباكت وترد عليا از توتالي ديد. وايل البروجكت لسه ان اكتف ديفلوبمنت اي واز كابابل اوف ده. جاست از ان اكستريم كيس، 1000 برضه مش رقم كبير، احنا بنتكلم على دي ان اس سيرفر فليدز تو 10,000 كل ثانيه. انتوا شايفين الريسبونسز هنا. ٢٢٪. طبعا لو فكرتوا اكيد ال 8% دي اكيد في بج لسه ما اشتغلناش عليها. بس considering ان ده project بقاله 3 months بس، 3 شهور بس active development already at 92%. Google cannot even achieve the rate ده. طيب عشان نلمت التايم اكتر من كده، عشان لسه خلينا نعمل presentation mode.
انا بحب ستيف جوبز جدا، فبنفس الفولو اب على الستايل بتاعه دي مش النهايه. اكيد انا ما اشتغلتش على البروجكت ده عشان اعمل سبورت الحاجات اوريدي اكزيستنج، في حد اوريدي عمل لها بروبوزل واوريدي سيمي ستاندردايزد. ما فيش اوبريتنج سيستم بيعمل لها سبورت، بس في اكتر من كده. السوفت وير ده هو اول سوفت وير لاترالي في العالم بيسبورت دي ان اس اوفر بلوك تشين، ومش اي بلوك تشين، بلوك تشين فيرجن 2. واللي ما يعرفش، في 2 فيرجنز من البلوك تشين. في فيرجن 1 اللي طلعت مع البيتكوين في 2007، وفي فيرجن 2 اللي طلعت مع الايثيريوم، ودي باكت وسبورتد مايكروسوفت، اي بي ام، وجوجل، وايفن امازون. طيب انا بكليم ان الكلام ده اول مره يحصل في العالم، طب اثبات. في مارس السنه دي في ديفكون 2، ايثيريوم فاونديشن عملت لانشنج لحاجه اسمها ايثيريوم نيم سيرفيس، اي ان اس. الايثيريوم نيم سيرفيس دي كان كل حلمها وكل الديزاين بتاعها ان انت وانس ان انت يو هاف ا ريجستر ذا دومين، فور اكزامبل اي تكسنوميك دوت ايث، اند باي ذا واي التوب ليفل دومين ده مش ريزولفر فور في البراوزرز اصلا، ده ريزولفر فور فقط جوه السوفت ويرز اللي بتدعم البلوك تشين، بس ما فيش براوزر يقدر يسبورت الدوت ايث. في حاله ان انت حطيت الدومين ده، كل اللي هيحصل وكل السيرفيس بتبروفايده انها هترد عليك بالبابليك كي بتاعك ان هيكس فورمات عشان تعمل الترانزاكشن بتاعتك. هو مجرد سمبل سولوشن انك تحفظ الوالت ادرس بتاعك، nothing more nothing less. الحقيقه ان انا اشتغلت على الموضوع ده، خليني اوريكم الديمو بتاعه. دي بالمناسبه الداشبورد بتاعت السيستم، very very simple still under active development. هوريكم حاجه بسيطه تبروف التكنولوجي اللي احنا شغالين فيها في الويب براوزنج، ان انا وانس ان انا عملت شيفتنج للبيج دي مفيش ترافيك البراوزر ديتكتد فيه. دي ريال سيرفر راننج ان سي شارب، مفيش ترافيك، مفيش كوميونيكيشن من البراوزر برغم انها راننج ان البراوزر اتش تي ام ال. طيب الاكزيستنج امبلمنتيشن ل الدي ان اس بتاع الايثيريوم ده بالمناسبه راننج على لايف نتورك، ده لايف، ده راننج على بلوك تشين رايت ناو. هعمل ريزولف and that's it. هيجي لي الوالت ادرس. طيب مش خلاص انا اخر، اوكي لا لا خلاص هي اخر. طيب ايه الاضافه لما الاي ان اس سو بيزك؟ ايه الاضافه هنا؟ الاضافه ان انا اشتغلت على سمارت كونتراكت، عملت له ديفلوبمنت. السمارت كونتراكت ده بيزور نفس الدومينز اللي اكزيستنج على الانترنت رايت ناو، هيريزولف الدي ان اس ريكوردز اوفر بلوك تشين. ده معناها ان كل الانفراستراكشر اللي اتكلمت عنها في السلايدز اللي فاتت سيمبلي داز نوت اكزيست اني مور، ومش محتاجنا. لا انت محتاج ريجستر لان اوريدي الاي ان اس عنده ريجسترر بتاعه، انت مش محتاج سيرفرز ترد عليك وتريزولف، وانت اون يور اون دومين بالبابليك كي بتاعك. انا هوريك دلوقتي ديمو تفصيلي لده، بس لازم اقول الاول ان البريك اوريدي افيلبل، فاللي حابب يقعد معايا يقعد يشوف الديمو لغايه لما نوصل ان احنا نريزولف دي ان اس ريكوردز، واللي عايز يتفضل يقدر يتفضل طبعا فور شور. طيب اول حاجه هنعملها ان انا هقوم ايميوليتد بلوك تشين كامله.
دي تعتبر زي فيرتشوال ماشين بتسيميوليت الانتاير بلوك تشين على الجهاز عندك. Just to prove الكلام ده. دي تعتبر الوالتس للناس الفاميليار بالبلوك تشين ومكتوب قدامكم طبعا كل ده تيست، كل دي ايميوليشن، عدد البلوكس اللي اتعمل لها مايننج، كل الانفورميشن بتاعنا والمفروض البلوك تشين دي راننج على ايه، ودي الاكونتس. واللي هعمله دلوقتي قدامكم لايف وليتس هوب ان طبعا الكود يشتغل. هندبلوي السمارت كونتراكت بتاع الدي ان اس لايف على البلوك تشين دي عشان يبقى عندنا اول بلوك تشين بتريزولف دي ان اس ريكوردز. ديبلويمنت سكسسفل. هنلاقي لو بصيتوا فوق على الكورنر هتلاقوا فيه بلوكس عم بيتعمل لها مايننج، شايفين اخر رقم 10 فوق كده البلوك تشين عملت مايننج لكل الترانزاكشنز بتاعتنا. طيب الترانزاكشنز دي عباره عن ايه بقى؟ ان بلوك تشين فيرجن 2 احنا ما بعتناش اي فلوس ولا اي رصيد لحد. زي ما انتم شايفين عندي حاجه اسمها كونتراكت كرييشن وعندي حاجه اسمها كونتراكت كول. بلوك تشين فيرجن 2 هي عباره عن فيرتشوال ماشين باكسكيوتابل كود على البلوك تشين. بلوك تشين فيرجن 1 بتاعت البيتكوين هي مجرد داتا ستاتيك، داتا صماء انكريبتد سكيور بتتحط، عشان كده احنا البيتكوين ما بتستعملش غير في ترانسفير اوف اسيتس. انا بنقل فاليو من طرف لطرف، nothing more nothing less، static data. لكن بلوك تشين فيرجن 2 is totally different. الترانزاكشن حاجه من اتنين، يا بتعمل الداتا زي البلوك تشين يا اما بتعمل حاجه اسمها سمارت كونتراكت، يعني اكسكيوتابل كود هيتسيف فوريفر، انميوتابل، cannot be changed، cryptographically secure على البلوك تشين ومكتوب بكاستم لانجويج للايت ويت فيرتشوال ماشين اسمها سوليديتي. اللي قدامكم ده الكود بتاع الدي ان اس ريزولفر باللغه السوليديتي، اللغه الوحيده لرايتنج السمارت كونتراكت. لو بصيت هنا على التاب بتاعت الكونتراكت هنلاقي ان انا عملت ديبلويمنت لكل الانفراستراكشر بالاكزيستنج بتاعه الايثيريوم نيم سيرفيس، وعملت كمان الانفراستراكشر بتاعه البابليك دوم الدي ان اس ريزولفر لاول مره على البلوك تشين ايفر. طيب عايزين نتست هل احنا بنريزولف فعلا دومينز ولا لا. طيب ده تيست للناس النون بروجرامرز، دي حاجه اسمها تيست رانر. هنا انا بكتب السي شارب كود بتاعي اللي هينتر اكت مع السمارت كونتراكتس دي عشان نعمل فول سايكل تيست. بمعنى انا هبتدي من اول ان انا اعمل ريجستريشن لدومين واعمل له سيرفر او سمارت كونتراكت خاصه بيه عشان تريزولف الريكوردز بتاعه، وحسيت الريكوردز وحكويري على الريكوردز دايركتلي من البلوك تشين دي without any resolvers. طيب خلينا نبروف ان الكلام ده بيحصل لايف مش ستاتيك. انا النهارده على الابلكيشن نفسه هاخد الفيزيكال ادريسز للكونتراكتس. اخر ادرس معانا هيبقى الكونتراكت اللي اتعمل له ديبلويمنت اللي هو بابليك دي ان اس ريزولفر. هحط الادرس بتاعه واخر حاجه هنا هقول احنا عايزين يبقى مين الاونر.
هقول تاني اكاونت عشان اشوف البالانس الفلوس هتتخصم منه اكتوال لما اجي اعمل ريجستريشن للدومين بتاعي. فهاخد الادرس التاني هقول ان ده الاونر بتاعنا للدومين. والدومين بتاعنا لو شايفين فوق هتلاقيه باسم دينا. فالمفروض سبوزيت الدومين اللي هيبقى ريجسترد دينا.eth. طيب اول ستيب معايا انا عامل هنا حاجه اسمها بريك بوينت للبرضو للنون ديفلوبرز. البريك بوينت معناها ان الكود هيكسكيوت كول وبعدين يقف على اللاين انا عامل له بريك عشان اتاكد ان الريزلت سكسسفول وراننج. اول ستيب عندنا الريجستريشن. هنعمل ترانزاكشن بنشتري فيها الدومين. اجين يا جماعه على البلوك تشين. I'm not using GoDaddy, I'm not using DNS sheep. I'm registering my domain على ال DNS على البلوك تشين نفسها دايركتلي. ستيب 2 هقول ال DNS ريجسترار بتاعي زي العالم الحقيقي حط السمارت كونتراكت بتاعي اللي احنا عملنا له ديفلوبمنت هو اللي ريزولف اي دي ان اس ريكورد انا هبعته لك من ال90 دي ان اس ريكوردز الكلاسيكال دي ان اس ريكوردز. نحط الادرس بتاعه والنتيجه سكسسفول. وعشان كمان نشوف الكلام ده هتلاقوا هنا ان الترانزاكشنز موجوده وهتلاقوا حتى المايننج بقى 12 بلوك. كل ترانزاكشن عايزه بلوك يتعمل فول مايننج. ادي اول ستيب ريجستريشن. الفيبس فيرست ان فيرست اوت ده اللي بيريجستر التوب ليفل دومين اللي هو الدوت ايث. الستيب اللي بعديها اي ان اس ريجستري ان انا بسجل دينا دوت ايث بسجل الدومين بتاعي. الستيب اللي بعديها ودي الاول مره تحصل بتحصل قدامكم لايف ام نوت كيدنج في الحته دي. انا حسيت A records. أنا بعت للبلوك تشين حطي في dina.eth IPv4 records بالكلاسيكال فورمات بال DNS binary format. I'm not changing anything. وكمان هحط text records. Just continue. طيب هنا هبتدي process الكويرينج. الفانكشنز دي بتكويري على كل الداتا اللي انا حطيتها. انا حطيت الداتا اوريدي خليها نكويري. هلاقي لو انتوا شايفين في النتيجه هنا انا عملت كويري على الادرس بتاعي رجع لي، عملت كويري على التكست ريكورد رجعت لي، سالت اذا كان الدومين ده عنده ايه ريكوردز النتيجه كانت ترو، ورجع لي حاجه اسمها انسر. ايه الانسر دي؟ ده الباينري ستراكشر بتاع الدي ان اس ريكوردز. فوانس ان انا اعمل هوفر عليه هلاقي الانسر بتاعتي فولي سيريالايزد بالدي ان اس فورمات، وهلاقي الاي بي في 4 بتاعنا. للي مش شايف طبعا انا حاطه 127 اللوكال هوست. كده انا عملت فول سايكل تيست. هل الكلام ده كومباتبل مع الكرنت دي ان اس؟ الإجابة yes. It is fully compatible. Right now أنت تقدر تاخد الدوت كوم دومين بتاعك، الدوت نت دومين بتاعك، تعمل له ريجستريشن على الأبلكيشن عندي هنا، وتبطل تريزولف تماما على الـ DNS infrastructure الـ existing. You own your own domain بالبابليك كي بتاعك. مفيش يوزر نيم وباسورد ريجسترار. You own everything. وللي عارفين already البلوك تشين، you don't even need ان انت تسطب البلوك تشين كابليكيشن عندك. تقدر تريزولف عن طريق الابليكيشن. طيب ابسط سؤال، طب وات اف ان في كاستمر بره او في حد بره عايز ريزولف الويب سايت بتاعي وببساطه ما عندوش الابليكيشن بتاعي، صح؟ حاجه بسيطه. الاجابه ابسط. في جيت واي اوريدي موجوده رايت ناو بيزد على الايثيريوم فاونديشن بتعمل لك الريزولفنج ده كومباتبل مع الابلكيشن. تقدر تاسك الاي ريكوردز
right now من البراوزر. وطبعا مش الاي ريكوردز بس، ده مجرد فور ديمو، ان 90 بلس ريكوردز اكزيستنج في السيستم. ده معناها ان الدي ان اس كويريز بتاعتك ويل نيفر ايفر تخرج بره الانفراستراكشر او النتورك بتاعتك في البيت او في الشغل. اخر حاجه، since ان البروجكت لسه early واوبن سورس، احنا open for investors، او actually انا open for investors لاي حد willing انه ينفست بالكود. هنا بقى دي القصه، ينفست بالكود، pull requests، additional requests، عايز ازود features، عندك already system open source، ولو عايز تسبورت financially، لان ده it's a full time project. بالسكيل ده it's a full time project. Thank you. وطبعا نفتح الكويستشنز لو حد عنده اي اسئلة. Thank you. So my question is, do you have any published benchmarks comparing this to stuff like Core DNS or Trust DNS? Core DNS is a CNCF project. Solves almost 90% of the problems that were addressed. It's a pretty mature project supported by the CNCF. Trust DNS, less mature, but it's written in Rust, so it's much more high performance. So I also wanted to ask, have you considered DNS over Quick? QIC? Yes, I understand. It's part of HTTP version 2. Version 3. It would be backported. Yeah. Okay. And finally, I have some concerns, but after you answer these questions. Okay. So. For the first part, published benchmark. Not right now, it's gonna be published with the official .NET benchmark tool in order to give you the real execution time. Mm-hmm. Why it is not right now? Because it's still under development. Okay. Honestly, there is a lot of quirks in the new protocol, especially HTTPS, as I said, and even with the DNS. And to be a little more frank with you guys and you, the current infrastructure in Egypt is manipulating the results. So I cannot say that you can get a DNS query correctly or securely. Okay. And for your second question regarding Quick, when Google supported, because Google supports Quick as a protocol, but till now there is no published documentation stating that they're gonna run the same queries on Quick. But there is implementations of Quick that is supported in Chrome and in. Who's the resolver? I know the Quick protocol definitely supported and already implemented. Okay. And by the way, it's already implemented in C#. No problem. Okay. I'm talking about DNS over Quick. Okay. So it's a difference. And the licensing for the open source, what is the license? MIT. MIT, okay. And finally, I just had a concern that if you do any mission critical, high performing distributed system written in a language that is garbage collected, that is a main concern for any high performing servers. So why not something like Mozilla Rust? This would have removed a major overhead that you have with something like C#. Very, very, and extremely good question. This is one of the major things that you need to think about when you're choosing your programming languages. Languages that are not, does not have the standard memory management as garbage collection. That means the responsibility of managing the memory is now yours, the developer. So now you are responsible for managing the memory. And historically, even Microsoft itself, the recent reports, even on Windows development, they are moving away from C++ to Rust to have the memory management, but they're gonna build their own memory management modules. But the point is not to have memory management. So the idea is that you can statically, the Rust compiler statically analyzes your code before you compile. So you're basically doing mind-based garbage collection. So using Rust, you would not have these problems.
Exactly, but you are missing something else. Where is the skill set for trust? It's very, very small skill sets. And also, where is the cross-platform support for Rust? Where is the libraries that can help me build an entire system with Rust? Even though it's been existing for years, it does not provide such support. Even Microsoft is currently studying Rust to be used. But can you tell me of an application that's built by a small team using Rust? Yes. Which one? Antimony. I'm a contributor to an open source project, a distributed system written in Rust. Serving what protocol? It's a distributed system. It's a stream processing system. So there is, the libraries are machine, there. Machine learning? No, just stream processing. For videos, for example, video encoding? For log analysis, for security purposes. That's what I'm saying. This is specially made libraries, especially made high performance libraries. I'm talking about day-to-day libraries that you can use for parsing, for serialization, without building the entire infrastructure by yourself. It all exists in Rust. Maybe you know better. Thank you. Welcome. Any other questions? All right. Thank you so much.